فجأة ما بعد شو صار؟ نقصت الجسم طابت السيارة وقلبت وفهد بعين شيء ما بعد شو. نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والجي أي زاد ورشة عمل حول توفير الدعم النفسي ونشر الصحة النفسية للحماية والتخفيف من الصدمات وتأمين المرونة للأفراد والجماعات، وذلك يومي الجمعة والسبت 30 و31 تموز 2021 في مبنى الجامعة اللبنانية الفرنسية في طرابلس ضمن مشروع قدرات الشمال. وافتتح هذه الورشة مدير البرامج في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس، علما أن هذه الورشة هي واحدة من سلسلة ورشات عمل ضمن مشروع قدرات الشمال، وهدفت هذه الورشة إلى تعريف الصدمة النفسية وبشكل خاص عوارض ما بعد الصدمة عند المستفيدين، تمييز عند مقدمي الخدمات عن حالات وعوارض الصدمة الشديدة، الإرهاق، التعاطف المتعب والالتزام المفرط. بهالدورة التدريبية ركزنا كتير على تعزيز الصحة النفسية عند الأفراد والجماعات وكيف نقدر نعزز ونطور المرونية النفسية لنقدر نتكيف مع الصدمات يلي ممكن تحدث على مستوى جماعي، مثل مثلا تفجير 4 آب، وكيف نقدر أول شيء يكون عنا خطط وقائية لنستوعب الصدمات يلي تصير، وإذا صارت كيف نقدر نقدم إسعافات نفسية أولية لنقدر نخفض مستوى الصدمات ما تتحول مع الوقت لعوارض نفسية كبيرة وخطيرة على مستوى جماعي، وكيف يكونوا الأشخاص الجمعيات بلبنان بالتنسيق مع هيئات تانية تقدر تبني خطط متكاملة تقدر تتدخل بشكل وقائي وفعال ضمن الإشكاليات اللي بتواجهها. ومن ضمن الأمور التي هدفت إليها الورشة أيضاً التعرف على مبادئ الإسعافات النفسية الأولية ونظام التحويل وتعلم تطبيق نموذج رابيد اللي أخذناه بهاليومين كتير مهم، لأنه تعلمنا كيف نواكب الأشخاص بعد ما يتعرضوا لصدمة، نواكبهم على الصعيد النفسي خطوة خطوة تقدروا يتخطوا المرحلة اللي هن فيها ويصيروا individuals أحسن. تعلمنا كيف نعلمهم يحبوا نفسهم، كيف يقدروا يواجهوا هالطاقة السلبية لطاقة إيجابية. تعلمنا مثلاً عدة استراتيجيات لنقدر نحن نساعدهم. تعلمنا كيف نساعدهم ونعمل follow up من بعد ما نساعدهم. هيدا الشيء كتير مهم بشغلنا كجمعية، لأنه برأيي أنا الصحة النفسية أهم بكتير من الصحة الجسدية. هذه الورشة هدفت أيضاً إلى تعلم تقنيات الاهتمام بالذات ومبادئ النمو وبعد الصدمة من أجل بناء ثقافة جماعية تتمتع بالمرونة النفسية.